يقول هناك جوارب طبية مفتوحة من أمام القدم وطويلة فوق الركبة وتلبس بطريقة خاصة وتلبس طوال اليوم ولا تخلع إلا عند النوم، فهل يجوز المسح عليها عند كل صلاة ووضوء؟ نعم، إذا لبستها على طهارة، إذا لبستها وأنت متوضي كامل الطهارة وهي ساترة للرجل فيمسح عليها بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليها.